مرحبا، اليوم رح نحكي عن موضوع إضافة السكاي بوكس على أي بروجكت أو جيم إحنا عملناه. زي ما إحنا شايفين المنطقة عندنا هون باللون البني، أو المنطقة اللي لما نعمل عملية التنفيذ للمشروع بتكون عادة باللون الأزرق. هذه المنطقة هي السكاي للمشروع أو للجيم الموجود عندنا. فاليوم رح نتعرف كيف أنا بقدر أعدل عندي وأضيف سكاي موجود عندي في الجيم أو في البروجكت. هلا هذا اللون الازرق بقدر انا اعدله لو جينا من المين كاميرا، في عندي اوبشن اللي هي الباك جراوند كلر، بقدر اعدل اللون الباك جراوند الموجود عندي. بنشوف الكاميرا بريفيو بنلاحظ ان اللون عندي الباك جراوند اختلف. بس اليوم راح نتعلم كيف انا بقدر اضيف عندي سكاي. خلينا نشوف مع بعض كيف راح نستخدم اليوم واحد من الادوات والملفات الموجوده عندي ببرنامج يونيتي 3D واللي بقدر انا استخدمها. لو نيجي من assets، في عندي هون import package، متوفرت لي مجموعه من الادوات او الباكج. فاحنا بدرسنا اليوم راح نختار الباكج اللي اسمها skybox. بقوم بتجميع عندي مكونات الباكج هاي وبيظهر لي العناصر الموجوده عندي داخل هذا الباكج الخاصة بالسكاي بوكس. بقدر انا اختار السكاي اللي بدي اياها، بس مبدئيا بهذا الفيديو راح اطلب منه اني اضيف جميع عندي السكاي بوكس على البروجكت. فبنحكي له امبورت. بهذه الاثناء بيقوم عندي باضافة عندي هذا الاسيت للبروجكت اللي احنا شغالين عليه بيونيتي 3D. بعد ما انتهى بنلاحظ تكون عندي فولدر من اسيت ستاندرد وتشو فولدر اسمه سكاي بوكس. هذا الفولدر بيحتوي لي على مجموعه من الماتيريال اللي بقدر استخدمها عندي لاضافه السكاي بوكس في البروجكت. طيب حتى اطبق عندي هذه الماتيريال باجي من اديت، في عندي ريندر سيتنجز. في الانسبكتور بيعطيني خصائص واعدادات للريندر سيتنجز. في عندي اوبشن اسمه سكاي بوكس ماتيريال، من خلاله انا بختار من مجموعه الماتيريال الموجوده عندي بالسين. بنشوف مجرد ما اعمل تحديد للماتيريال بتطبق عندي شكل السكاي. لو نختار عندنا السكاي، لو اخترنا عندنا هذا السكاي الشايني، لو احرك شوي الكاميرا بنشوف مع بعض انه المنطقة الفاضلة عندي اللي كانت باللون الازرق تم اضافة عندي زي سماء او باك جراوند للبروجكت عندنا. ولو نعمل رن للبروجكت بنشوف انه المنطقة الزرقاء عندي صار في الها زي فضاء او سكاي موجود عندي بالبروجكت. وطبعا لما اعدل على اي سكاي بتأكد اني منهي عمل بريفيو للجيم او البروجكت، لاني مهما اعدل عندي بالسكاي لما انتهي من عمل البروجكت نشوف بيرجع لوضعه اللي كان اصلا قبل عملية الرن. فنتأكد قبل لنضيف عنا اي سكاي او ماتيريال اكون انا مش بوضعية الرن مود للجيم. خلينا ناخذ سكاي تانية تكون شوي هون على اساس اني فترة عندي هون كأنه فترة الغروب. وعندي باللايت بقدر استفيد منها. بنشوف لو نعمل بس رن سريع، انا عندي هون فترة الغروب بس لون اللايت عندي لونه ابيض. فبقدر من تعديل عندي لللايت من الاوبشن اللي عندي كلر، بقدر اغير الكلر لللايت اخليه مثلا يتناسب مع الغروب. نختار لون شوي يكون برتقالي، اعمل رن، وهيك قدرت اضيف انا عندي سكاي بوكس للبروجكت واعدل عندي الاضاءة لتتناسب مع طبيعة السكاي اللي انا اضفتها. بهيك احنا عرفنا كيف انا بقدر اضيف سكاي بوكس على البروجكت.
خليكم معنا بالفيديو الجاي لنتعرف أنا كيف بقدر أضيف السكاي بوكس الخاص فيه لجوات المشروع بيونيتي 3D.